لا مانع من حقنة مخدر جديدة، إن مفيش زيادات تانية يا جماعة، خلاص ما تقلقوش، هي دي الزيادة الأخيرة اللي حصلت الفترة الأخيرة، ومفيش زيادات تاني السنة المالية دي. وحتى الوعد ده مش وعد صريح كمان، يعني جيب طريقة كده طريفة جدا برضو هتضحكنا كلنا دلوقتي زي ما ضحكنا من شوية على كلامه في موضوع 4 مليار، لأن وعد مفيش زيادة بس من وزارة المالية. لكن لو في وزارة تانية عايزة تزود وتعمل ضرائب جديدة صوت. لحد دلوقتي حضرتك الساعة كام معاك؟ 9:30. 9:30 لحد دلوقتي أنا ما عنديش أي زيادة جديدة ممكن أفرضها، بس أنا كوزير مالية أنا ماليش دعوة بقى بقية الوزارات ولا بمجلس النواب، هم براحتهم يفرضوا اللي هم عايزينه. ولكن الحقيقة بعد هذا المشهد اللطيف والمضحك، هو نفس الوزير، وزير المالية معيط، مش مصدقين، وانا بقول لحضراتكم ما تصدقوش لانه بيكذب. ووعد قبل كده، قبل المداخله الطريفه المضحكه دي، ان هو مش هيزود، يعني وعد في نوفمبر اللي فات وقال خلاص مش هنزود تاني، وادي نوفمبر وديسمبر كلهم كانوا مليانين زيادات وضرائب جديده، وادي اهو الخبرين جنب بعض عشان بس نقارن ونحط المشاهد في الصوره. المصري اليوم نقل عن وزير الماليه نقطتين فوق بعض: لا نية لزيادة الأعباء الضريبية على المواطنين. الكلام ده إمتى يا جماعة؟ معلش نكبر الصورة. 10/11/2021، يعني قبل أيام فقط من القيمة المضافة ومن زيادة موارد الدولة. الخبر الثاني اللي هو احنا لسه كنا بنعرضه مع حضراتكم، وزير المالية بيقول لغاية دلوقتي دي آخر زيادة في الضرائب العام الحالي، العام المالي الحالي، والكلام ده 19/11/2021. وبالتالي لا نستطيع أن نصدقك مع كامل، مش هقول احترامي بقى، مش هنعرف نصدقك والله سيادة الوزير. ولو عايز دليل تاني حضرتك عزيزي المشاهد، خلينا كده نشوف مع بعض الزيادة الطازة اللي كان، يعني وقت ما كان السيد الوزير بيوعد السيد أحمد موسى إن مفيش أي زيادات أخرى، خلاص اللي فاتوا دول هم آخر حاجة في العام المالي، وقت ما كان على الهوا جه الخبر بتاع فرض رسوم 5 جنيه على 19 خدمة جماهيرية لصالح رعاية المسنين. أدي أهو الخبر: فرض رسوم 5 جنيه على 19 خدمة جماهيرية لصالح رعاية المسنين، والكلام ده من 22 ساعة. عرفتوا بقى يا جماعه انه احنا ليه ما بنصدقش الناس دي، وان في ازمه ثقه كبيره جدا جدا بين المواطن وبين هؤلاء المسؤولين؟ هي دي الفكره. تعالوا بقى نشوف سيد وزير الماليه وهو بيقول ان مفيش عندي اي بدايل. لو عايز حضرتك ما يبقاش في اي ضرائب ولا اي زيادات، يبقى مش هتاخد اي خدمات. ايه رايك يا سيد؟ تاخد كهرباء على طول وتدفع، ولا مش عايز تدفع فهتقطع عليك؟ والله اللي تقوله الحكومه يعني سيف على رقبتي، انا مواطن شريف انا اسمع كلام الحكومه.